النهاردة زي ما بقول لكم هنعمل كحك جدتي على أصوله، ولا كلمة مقادير إن شاء الله. بصوا زي ما الكتاب بيقول، أول حاجة هعملها هعمل ريحة الكحك على إيديا في البيت، عشان في ناس كتير قالت لي إحنا في أماكن مش عارفين نجيب ريحة الكحك. مقاديرها إيه بقى ومكوناتها إيه لو أنا هعملها على إيديا؟ معلقة كبيرة محلب باودر، كل دول بتروحي للعطار هتجيبي كل اللي هقولك عليه ده هيجيبهولك على طول، مفيش أي مشكلة. المحلب الباودر أهو، وبعدين معلقة كبيرة زر ورد، يبقى محلب باودر زر ورد، نص معلقة حبهان، ونص معلقة قرنفل، ونص معلقة كبابة صيني، ذرة قرفة وفانيليا. دي كده المقادير بتاعة ريحة الكحك. نقولها تاني، معلقة كبيرة محلب باودر، بشاور لكم هما عشان تبقوا عارفين شكل الحاجة، معلقة كبيرة محلب باودر، معلقة كبيرة زر ورد، نص معلقة حبهان، نص معلقة قرنفل، نص معلقة كبابة صيني، ذرة قرفة وفانيليا. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا عندي المحلب والقرفة والفانيليا دول كده كده باودر، ودول عندي الصحيح، باخد الصحيح ده في المطحنة الصغيرة بتاعت الخلاط، بطحنهم على بعض كلهم، وبعدين اصفيهم بالمصفى السلك اللي هي مصفة الشاي الرفيعة، عشان اي شوائب ما اتطحنتش تفضل في المصفى، وبعدين اضيف عليهم المحلب والقرفة والفانيليا، يطلع لي بالشكل ده. دي في الاخر خالص، وارجع انخلها تاني، لازم تبقى ناعمه معاكي بالشكل ده، واخده اللون الحلو ده من الكباب الصيني وزر الورد والقرنفل والحبهان، ريحتها في منتهى الجمال، ريحه كحك زي بتاعه زمان بالظبط زي ما الكتاب بيقول. يبقى انا كده دلوقتي عملت ريحه الكحك وخلصت وخلصت منها وعملتها بمنتهى الامان، بس عاملاها غير بتاعه السوق اطلاقا، ملهاش علاقه بتاعه السوق خالص يا جماعه. ندخل بقى دلوقتي على مقادير الكحك. المقادير بتاعتنا هشتغل على كيلو دقيق، زي ما قلت لكم ان احنا هنشتغل على كيلو دقيق، ده بيريح جدا. كيلو دقيق هياخد معايا 3 كوبايات الا ربع سمنه، اتفقنا على كده، بعاير كوبايتين مليانين والكوبايه الثالثه بتبقى كوبايه الا ربع، يبقى 3 كوبايات الا ربع سمنه، ازيد شويه من سمنه امبارح. امبارح كان كيلو الدقيق بياخد كوبايتين ونص، النهارده كيلو الدقيق هياخد 3 كوبايات الا ربع سمنه، حطاهم على النار من سمنه جرين بارادايز اللي هي معانا النهارده. خلاص حطاهم على النار، لازم تتقدح قوي، وهنجي لها دلوقتي نشوف درجه القدحه بتاعه السمنه المظبوطه تبقى ازاي. يبقى كيلو دقيق 3 كوبايات الا ربع سمنه، معلقه كبيره ممسوحه من ريحه الكحك، معلقتين سمسم ابيض ني، وهنتكلم دلوقتي وهنعرف ليه ني، ليه هنستعمله ني، وكمان معانا معلقتين سكر، معلقه كبيره ممسوحه خميره، وعندي رشه ملح، رشه فانيليا ملهاش دعوه بالفانيليا اللي في ريحه الكحك، وكوبايه ميه. دي كده المقادير بتاعتنا بتاعه الكحك. نقولها تاني بسرعه، كيلو دقيق هياخد 3 كوبايات الا ربع سمنه مقدوحه محطوطه على النار، وكيلو دي كمان هياخد معلقه كبيره ممسوحه ريحه كحك، معلقتين كبار سمسم ني ابيض، معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره ممسوحه خميره، ذره ملح، ورشه فانيليا، وكوبايه ميه اللي هنعمل فيها الخليط بتاع الخميره. دي كده المقادير بتاعتنا. ايه اول حاجه هنعملها يا جماعه؟ هحط السمنه على النار تتقدح، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه هعمل خليط الخميره، نجيب كوبايه ميه ونيجي. بسم الله، دي الميه. المفاجاه بقى هنا، احنا دايما متعودين ان الميه بتاعه الخميره بتبقى دافيه، هنا الميه هتبقى ميه عاديه من الحنفيه، انا مش عايزه انشط الخميره خالص ولا احطها على خليط الدقيق وهو سخن زي ما هنشوف مع بعض. انا عايزه الخميره بس تدخل جوه الكحكايه تعمل لي بس فراغات تخلي قلبها هش، لكن مش عايزاها تشتغل خالص جوه الكحكايه. فادي كوبايه ميه من الحنفيه، بسم الله، عايرها كده واحطها في حاجه كبيره عشان ادوب خليط الخميره. لو نشطت منك، يعني انا بشوف ناس كتير تقول لك ايه لازم الخميره تنشط، ما هي لو نشطت منك هترجعي تشتكي ان الكحكايه بتفرش، هترجعي تشتكي ان الرسمه بتروح، كل المشاكل اللي بتقابلكم وانتم مش عارفين الاصل، اصل المشكله فين. ادي كوبايه الميه هدوب فيها معلقتين كبار سكر، ادوبهم كده كويس، وهدوب كمان معلقه كبيره ممسوحه مش مليانه خميره، وهركنهم على جنب.
يبقى اول خطوه عملتها حطيت السمنه على النار 3 كوبايات الا ربع وسايباها تسخن براحتها. تاني خطوه عملتها ان انا عملت خليط الخميره في ميه من الحنفيه، ميه درجه حرارتها عاديه جدا، وهركنها كده على جنب. حاضر يا فندم، ندوب بس كده كويس. دي كده الخطوات اللي ابتدينا بيها الكحك بتاعنا. هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ عندنا بعد كده السمنه على النار، تعالوا نشوف ازاي اوصل للدرجه المطلوبه. السمنه سخنت قوي، هجيب رشه دقيق كده بطراطيف صوابعي يا استاذ طلعت، واجي عند السمنه وانزلها. لو عملت فوران والدقيق ساح تبقى كده درجه القدح المظبوطه بتاعت السمنه. بسم الله، بصوا ايه اللي حصل؟ عملت فوران والدقيق فين؟ مفيش دقيق، الدقيق اختفى خلاص. يبقى هي دي الدرجه المطلوبه. على طول بقى اروح على طول شغاله في مقادير الكحك عشان اخد السمنه بتاعتي الجميله. يلا بينا، استنوني دقيقه. بصوا يا جماعه، هحط بس كده في طبق غويط شويه وطبق يستحمل درجه حراره السمنه. ادي كيلو دقيق، بسم الله هعمل كده. بصوا لي بقى، هنزل الاول بايه؟ بعمل حفره كده، هنزل بريحه الكحك. ما تحطيش كتير عشان الكحكايه ما تغمقش، ماشي؟ هنا كده. وبعدين الفانيليا على الدقيق عادي، وذره الملح على الدقيق عادي. يعني انا حطيت في النص ايه في الحفره، حطيت ريحه الكحك وهحط عليها السمسم الني. طبعا في ناس هتستغرب دلوقتي، احنا متعودين بنحط سمسم محمص، ليه حاطين سمسم ني؟ دي تكايه مهمه جدا. سمسم الني لما احطه كده دلوقتي ني زي ما هو، وانزل عليه مباشرة جوه الحفرة اللي انا عاملاها بالسمنة السخنة قوي، اللي هيحصل ان هو هيتحمص من درجة حرارة السمنة، بس هينزل لي الزيوت الحلوة بتاعته وريحته جوه الدقيق. لكن لو انا اصلا جايباه متحمص وانزل عليه بالسمنة السخنة، ممكن تلاقي كام سمسمية اسودوا وتبص تلاقيهم باينين جوه الدقيق. فهمتوا الفرق؟ يلا ناخد السمنة. بسم الله، يلا بقى يا استاذ طلعت نوري حبايبنا الفوران والشمخة الحلوة بتاعت كحك جدتي بتاع زمان. هنزل الاول على السمسم، بسم الله. بصوا ايه اللي بيحصل، بصوا السمسم وريحه الكحك اهو. وبعد كده انزل على بقيه الدقيق كده، وبعدين نجيب معلقه ونقلب بالراحه ونرجع ننزل بقيه السمنه. بصوا اهو كده كمان ريحه الكحك اتحمصت معايا، عشان كده انا حطيتها تحت السمسم عشان برضو السمسم يحميها شويه. كده اقلب كده. اه طبعا هنحط تاني لسه انا المقادير بتاعتي 3 كوبايات الا ربع، ما تاخدوش كلهم، بس انا ايه بظبط بس عشان كانت هتفور بره الطبق. بصوا اهو، اوعوا تحطوا ايديكوا دلوقتي، الخليط اللي قدامك ده خليط مولع ملهلب. بسم الله، يلا تاني. شايفين؟ شايفين الشمخه اهي؟ بسم الله، دي شمخه الكحكه القديمه اللي اتربينا عليها، بتاعت امهاتنا وبتاعت جدتنا. شايفين؟ بصوا بص المنظر يا استاذ طلعت، شوف السمنه، يا سلام سلم، السمنه بتتكلم. ولما تكون السمنه حلوه زي سمنه جرين بارادايس لازم تديني ريحه حلوه وهي كده بتتقدح، وتديني كمان كحكايه 10 على 10. نقلب نقلب كده اهو بمعلقه كده يا جماعه، اوعى تحطي ايديكي دلوقتي، بصوا بالراحه خالص، ربنا يسترها عليكم جميعا يا رب بالشكل ده. واقعدي سمي بسم الله، خلي ربنا يبارك في الحاجه اهي. ابتدت ايه بتشرب السمنه واحده واحده. انا لسه ما عملتش اهم حاجه في الكحك، البس. انا ما ببسش دلوقتي، انا ببرد الخليط وبدخل السمنه جوه الدقيق بالشكل ده كده اهو. شايفين ازاي كده؟ يلا بينا، تفضلي كده تقلبي كده كده لغايه ما تلاقي الخليط بتاعك ابتدى يبرد. الخليط مولع بمعنى كلمه مولع، يعني بصوا خلي بالكم من ايديكم، اعملوا معروف. الحركه دي فعلا فعلا مهمه جدا، تاخدي بالك منها كده. شايفين ازاي؟ ونرجع نقلب تاني، اخد كده من تحت على فوق، خلي كل دي، بصوا الدقيق بقى اللي كان هربان تحت يرجع يشرب السمنه السخنه دي. ميزه بقى الكحك اللي على السخن، احنا بقى بنقول ايه مميزات ده وده، زي ما قعدتوا تسالوني. الكحك على السخن بيعيش اطول، يعني انا مثلا لو بعمل كميه للعيله بعمل 10 كيلو دقيق هعملهم كلهم كحك. نفضل انهي؟ نفضل اللي على السخن لانه بيعيش اكتر، وكمان الميه اللي معجون بيها
بتديله نعوميه اكتر واكتر وبتخلي عمره يطول اكتر، غير الكحك اللي على البارد بتاع المحلات اتعجن باللبن والسمنه كانت بارده. الكحك اللي على المحلات لو هتاكليه في خلال شهر شهرين، موجود عندك شهر شهرين، اعملي اللي على البارد. عايزاه بقى يعيش معاكي اكتر او هتعملي كميه اكبر، تعملي اللي على السخن. بصوا السمنه راحت فين، خلاص الدقيق شربها اهو بالشكل ده، شايفين؟ حاضر يا فندم. اهم حاجه عندي ابرد بس الخليط ده. هعمل ايه بقى دلوقتي على ما هتطلعوا فاصل وترجعوا لي؟ نعمل بس الخطوه دي قدامكم وبعدين تطلعوا الفاصل زي ما انتوا عايزين، عشان اعرف ابس الدقيق كويس ولسه هحط عليه خليط الخميره لازم اعجنه في حاجه واسعه. طبعا حبايبي بقى القدام معايا عارفين الصينيه دي ليها معانا صوالات وجولات، يعني كل عجننا في الصينيه. بصي يا استاذ طلعت، هننزل كده بسم الله الخليط كله علشان يبرد كويس قوي براحته. هنزل كل ده وهفضل اقلب فيه كويس لغايه ما يبرد، وترجعوا لي بقى من الفاصل نبسه مع بعض ونلم بخليط الخميره سوا. تعالوا بقى شوفوا العجينه اخبارها ايه معانا. شربت السمنه وبنبس فيها، عجينه طريه جدا، ملبن ملبن يا اخواتي ملبن. بصوا مش مستحمله حتى ايديا كده. لسه ما حطيناش خليط الخميره اللي هنلم بيه العجينه. هنا اعجني زي ما انت عايزه وبسيها كده زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. مجرد ما هنحط الخليط بتاع الخميره مش هنعجن، ممنوع العجن عشان الكحكه ما تنشفش منك. مجرد ان احنا هنلم بس نخلي العجينه تشرب خليط الخميره، مش اكتر من كده. شايفين ازاي اهو كل اللي انا بعمله دلوقتي ايه يا جماعه؟ زي ما انتم شايفين كده ان انا ببس العجينه وببردها عشان الخميره لو نزلت والعجينه سخنه هتنشط معايا، واتفقنا ان احنا مش عايزين الخميره تنشط. طبعا معلومه مهمه جدا يا جماعه امشوا عليها، الخميره ما تنشطش كده. وبعدين تعالوا بقى دلوقتي هي ايه لسه برده سخنه شويه، عماله كل ده ابرد فيها، السمنه كانت سخنت قوي. ننزل بقى بخليط الخميره ونلم الدنيا. احنا خليط الخميره كان عباره عن كوبايه ميه، معلقه كبيره ممسوحه خميره اهو يا فندم، ومعلقتين كبار سكر، ودوبتهم في بعض في كوبايه ميه من الحنفيه بالشكل ده اهو، شويه بشويه كده، شويه بشويه كده اهو. وكل اللي بيهرب مننا وبيجري ده هنرجع نجيبه تاني ونخلي الخليط بتاعنا يشربه تاني. شايفين ازاي اهو؟ تلاقي ايه بقى الكحكايه؟ العجينه بتاعتها عماله تفتح، لونها يفتح، عشان الناس اللي بتشتكي لما بحط ريحه كحك العجينه بتغمق، لا العجينه فاتحه وجميله. وادي الباقي اهو، يلا نلم الدنيا الحلوه دي بقى. طبعا انتوا شايفين دلوقتي ايه ده؟ ايه السوائل دي كلها والعجينه طريه؟ لا يا ستي افضلي لمي كده، هتاخد معاكي بس ايه وقت سنه. كل ما هتلمي كل ما هتقعد تشرب الخليط ده وتشكل لك عجينه ناعمه جدا جدا وطريه جدا جدا باذن الله بالشكل ده. قولي لي مين؟ يا ام هنا. ام هنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام هنا؟ صباح الخير يا شيفان. صباح الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟ السلام طيبه يا عم. وانت طيبه ربنا يخليكي يا ام هنا، تسلمي لي. تسلمي لي تسلمي يا شيفان. ايه رايك؟ شايفه العجينه عامله ازاي يا ام هنا ولسه عماله تشرب ازاي السوائل؟ تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي لي تسلمي لي يا قمر. تسلمي لي منك. وانت طيبه يا ام هنا ويخلي لك يا رب هنا يا حبيبه قلبي. قولي لي ليكي اي سؤال يا ام هنا؟ نعم. ليكي اي سؤال يا حبيبتي؟ اه يا حبيبتي بالنسبه للرؤية ناشف. اه قولي لي. سامعاني يا شيفان؟ اه سامعاكي معاكي جدا. قولي لي ماله؟ الرؤية ناشف انا بيطلع معايا وقت الاكل كده بقطم. الرؤية الناشف. بينشف قوي معاكي؟ لا بقطم بقطم وقت الاكل كده. يعني ايه بيقطم؟ بينشف يعني؟ يعني بيشد بيشد. بيشد. طيب انت بتسقيه بشوربه على لبن زي ما عملنا قبل كده ولا شوربه بس؟ شوربه على سمنه. ولبن. بس ايه حطي لبن. حطي لبن. لا شوربه ولبن، يعني كوبايه لبن وكوبايه شوربه. اه كوبايه لبن وكوبايه شوربه يبقى الدنيا زي الفل ان شاء الله. وبعد كده اول ما يطلع من الفرن لازم يتغطى وهو سخن عشان يطرى معاكي. ايوه ماشي يا قمر. طيب واسقيه لبن برضه شيفانه؟ اسقيه لبن وشوربه وسمنه، يعني كوبايه لبن وكوبايه شوربه ومعلقه سمنه، معلقه كبيره سمنه دي اللي تسقي بيها من الاول خالص في الرقاق، تسقي الرقاق فيها. وبعد كده بعد ما يطلع من الفرن تروحي كده عارفه اللي هو ايه مسقساه بس كده بنفس الخليط ده، وتغطيه بغطا حله، تغطي الصينيه بغطا حله وتسيبيها شويه.
ايه اللي حصل بقى يا استاذ طلعت معانا بقى؟ فين السوائل اللي كانت موجوده؟ فين السوائل اللي كانت مغرقه الصينيه وكنا حاسين ان الدنيا عايمه؟ شربتها وبصوا اتجمعت على بعضها وعجينه ايه، بصوا العجينه عامله ازاي؟ عسل، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ريحتها عسل، انا ما بعجنش، بصوا انا عماله اخد كده من الحروف وادخل على جوه. كل ما تعملي كده كل ما تشرب طبعا السوائل كلها وتبقى طريه معاكي كده. اعمل اختبار للعجينه ازاي؟ اخد قطعه كده والفها معايا، اعملها كده كوره وادوس عليها، لو شققت تبقى محتاجه سوائل، لقيتها طريه ما حصلش حاجه يبقى العجينه مظبوطه. اهي شايفين ايه اللي حصل؟ زي الملبن اهي، بصوا ملبنيه العجينه ناعمه اهي، ادي العجينه بتاعتي دي كده هتطلع لي كحكايه ناعمه جدا جدا. لازم 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 العجينه تطلع معاكي من الاول ناعمه كده، تعرفي ان الكحكايه هتطلع معاكي ناعمه وزي العسل. تعالوا بقى دلوقتي ننقشه بالمنقاش بتاع امهاتنا بتاع زمان. الله عليك يا استاذ طلعت، ده الشكل اللي هنعمله دلوقتي. امبارح عملناه بالبصامه الحديثه عشان الكحك الحديث، النهارده هنعمله بالمنقاش اللي هو الشكل القديم بتاع جدتي. نجيب بس الصاجه، وعايزه اخليكم تاخدوا بالكم من حاجه، الكحك ما بندهنش الصاجه اي حاجه خالص، لان الكحكايه فيها ماده دهنيه كفايه السمنه اللي فيها اللي ما تخليهاش تلزق ابدا. هنجيب بقى المنقاش يا مدام ناديه. مدام ناديه صباح الفل. ايه ده؟ المنقاش اهو، صباح الفل عليك. انت قريتي افكاري؟ قولي لي كنت بتفكري في ايه؟ كنت لسه هقول لك القشي بقى للناس اللي ايه ما كانتش متابعاكي النقشه الجميله بتاعتك. عيني حالا دلوقتي اوريكي كذا نقشه. ما شاء الله ملبن لوحده والله. شفتي شفتي عامل ازاي مدام ناديه؟ كل سنه وانت طيبه يا ستي، وانت طيبه وتسلم ايديكي ومنوره انت وميدو بقى على الفيس. ايه القمر اللي على الصبح ده؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. ربنا يفرحك بيه ان شاء الله، وتفرحي معوض اسرائي دايما كده يا رب. حياتك يا رب. وتحياتي لكل كاست البرنامج يا رب، تكونوا بخير. اشكرك، صباح الفل عليكي. كل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه يا مدام نادي، اشكرك. بصوا عملتها كوره، اظبط الحروف كده وبالصباعين دول واروح دايسه عليها ادورها كده اهي. ماشي، تعالوا نعمل نقشه حلوه من نقشاتنا اللي مدام ناديه قالت لنا عليها. اول نقشه باخد الحروف كده بالشكل ده. المنقاش ده ضعيف، بيعمل لي النقشه ضعيفه. بصوا في كده، خلي بالكوا ابي هاتي السنون بارزه، السنون بارزه. بصوا اهي، ادي شكل اهو، ادي شكل كحكايه، دي رسمه. تعالوا نشوف الرسمه الثانيه. بسم الله، شوفوا محطوطه ازاي عسل الثانيه، وبيغطيه يا ستي. انا بس ما عنديش وقت، بس غطي العجينه طول ما انت شغاله فيها عشان وشها اسمها حاجه ما يقشفش، يعني ما ينشفش معانا. تاني بنعمل ايه؟ كرة هنا عامتها بين كفوف ايديا بالصباعين دول، اروح مبططاها كده، اعملها بقى دايره كده اهي. دي نقشه تانيه بقى، خدت كده بميله الجنب، وبعدين اجي في النص اعمل عكس الميله اللي انا خدتها، وبعدين اجي هنا اروح عامله العكس، يعني بتمشي بالمنقاش اهو العكس تماما اهي. شايفين ازاي؟ يمين شمال يمين شمال، تطلع معاكي اللي هي ايه التعريجه دي، هي هتبان لكم بقى هنا دلوقتي في الصينيه اكتر، يعني في الصاجه اكتر. واحده كمان وخلاص، بسم الله. تقدري تكبريها، تقدري تصغريها براحتك خالص. حاضر حاضر يا استاذ طلعت، اخر واحده وخلاص. يلا يلا بينا، اخر واحده دي هعملها كانها مثلا نعمل نفس الشكل ده. ده احلى شكل، اللي هو بقى بيفكرنا فعلا بالزمن الجميل، اللي هي التعريجه دي اللي هم عكس بعض، اللي هي دي كده بالشكل ده اهي. حلو الكلام، يلا بينا. يلا يلا اهي، شايفين؟ عايزه تكبري الكحكايه عن كده براحتك خالص، في ايديكي مفيش اي مشكله. بصي يا استاذ طلعت بقى، وريها كده لحبايبنا وهي في الصاجه بالشكل ده يا جماعه. النقشات بقى عيشي زي ما انت عايزه براحتكم خالص. هنجيب المستوي ونشوف اخباره ايه عشان نطلع فاصل. بسم الله، ده يا دوبك ايه خارج من الفرن بقاله بتاع نص ساعة كده وهدي معانا. بصوا الجمال، شايفين النقشة؟ انتوا شايفين النقشة راحت؟ طب انتوا شايفين انها ساحت ولا جرى اي حاجة؟ الكحكاية زي ما هي زي العسل اهي. ده شكل الكحك امهاتنا احشيه بقى زي ما انت عايزة، عجوة ملبن سادة
براحتكم خالص، ما يتحطش عليه سكر غير لما يجي يتقدم. نرش شويه سكر ونطلع فاصل على طول على طول على طول. سنبصوا بقى استاذ طلعت هيضربنا. معلش يا استاذ طلعت، نظبط بس الشغل. بصوا بقى اللي هترشي عليه سكر، ترشي عليه الاول في الصاجه كده زي ما هو، بس طبعا بعد ما يكون برد، وبعدين تروحي شايلاه من الصاجه بالسكر بتاعه تقدميه. اللي مش هيتقدم دلوقتي يا جماعه يتشال زي ما هو كده. يلا بينا، بسم الله. اهو شايفين ازاي ريحه السمنه طالعه، عسل ملهاش حل. كحكايه تستاهل بقكم. كحك امبارح وكحك النهارده بصراحه ما يتخيروش عن بعض. اللي بيحب طعم زمان ادي الكحك بتاع زمان، اللي بيحب كحك المحلات عملنا امبارح كحك المحلات اللي هو كان ده. يبقى احنا كده قدامنا الاثنين، القديم والحديث. اختاروا اللي يناسبكم واللي يعجبكم. زي ما انتم شايفين الحديث كان بالبصمه وصغنن، الجديد القديم كبير شويه. وبصوا الرسمه عامله ازاي، ورده زي العسل. كحك امهاتنا وكحك جدتنا بتاع زمان بالشمخه بتاعه السمنه المقدوحه اهي بالشكل ده. ده الفرق بين ده وبين ده.